كاميرا الساحل رصدت كواليس اليوم الأول من المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين الموريتانيين. نتابع. في المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين أخرجت الصحافة أبناءها، فحق للكاميرا أن لا تخطئ صغيرة ولا كبيرة. ذهكم الكواليس. انتظار طويل في باحة قصر المؤتمرات لا يكسر رتابته إلا الهواتف الذكية. داخل القاعة أحاديث جانبية جلها حول واقع الصحافة الذي أرغم البعض على أن يقول لقد لقينا من صحافتنا نصبا، وقذف السرور في حراس المهنة وجعل النعاس يتسلل للبعض حتى وصلوا إلى حالة نوم عميق، والمؤتمر تتواصل فعالياته. لائحتان تتنافسان ولا يدري أي منهما سيكون الفائز إلا إذا استخدم ما يسمى محليا بالحجاب، فالمسابيح كثيرة باليوم الأول ككثرة السلف هنا وهنا. عناق بعنوان اشتقت إليك، حملات انتخابية داخل القصر، فكل يغني على ليلى في أمر طال الحديث فيه، فإما إجماع يصلح الصحافة أو إصلاح يجمع عليه الصحفيون، لكن هيهات. محمد عمر بلول، الساحل تي في، نواكشوط.